الجمهور 5 شهور، ولكن احنا مستمرين لغايه نهايه السنه باكبر قدر ممكن من الضغط في امور كثيره، من في النفقات بالنسبه لبنود الموازنه. هنكون بنضغط في النفقات بشكل قوي بحيث ان احنا نقدر نعمل نفقات. في الناحيه الثانيه برضه زياده الايرادات في اطر مختلفه. طبعا بنتكلم على الايرادات، بنتكلم بشكل رئيسي على الضرائب والجمارك وبالاخص الضرائب. احنا انا بعتبر نفسنا ان احنا في فتره من انتقالات الضرائب، لانه مؤسسات الدوله بعد 2011 تعرضت الى هزات كبيره وهزات عنيفه في الاداء. احنا في فكر دلوقتي اصلاح الاداره الضريبيه بشكل كبير قوي، لان هو ده الاهم. لو حطينا قوانين الضرائب احسن قوانين في الدنيا، الاداره الضريبيه نفسها مش على مستوى مرتفع، مش هنتمكن ان احنا نعمل اي حاجه. ليس فقط بالقوانين يتم تنزيل الضرائب او الحصول على الضرائب، المهم ان الاداره الضريبيه تتمكن انها تبقى على مستوى عالي لتنزيل الضرائب. مشاريع كثيره كانت موجوده لغايه 2010 وقفت وما كملتش. فكره التعيينات، فكره التدريب، فكره ان احنا نستخدم مشروعات التكنولوجيا وغيره، الحاجات دي ما كانتش كلها متكامله. بنكمل الكلام ده دلوقتي بنركبه تجهيز، بس عندنا اهداف في زيادة الضرائب السنة دي، ومش هو ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل له. احنا في 2015 2016 الضرائب بين النادي المحلي الإجمالي كانت في حدود 12.7%. بنشوف المنظومة بإذن الله هتمشي ازاي، بحيث انه نقدر نعرف فين المستوى اللي هيكون فيه سعر العملة طبقا لما هو موجود في السوق ومعطيات الاقتصاد من عمليات الاستيراد والتصدير والكلام ده كله. فلكن عندنا الحقيقة خطط يعني قوية ما بين السنة دي والسنة الجاية، الواحد بضغط النفقات بشكل كبير وزياده الايرادات ايضا بشكل كبير. عايز اتاكد بس ان 1% بتوع الدول المضافه هيسمعوها في 2016 2017. لا مش بالكامل، لان احنا واحد كانت واحنا داخلين كنا داخلين على 14%، وبعدين اتفقنا مع يعني او يعني وصلنا في الوافقه النهائيه انها 13 وتزيد 14% من اول يوليو 2017. والحاجه الثانيه ان احنا ابتدينا متأخر شوية، ابتدينا في نص سبتمبر، وكمان في إجراءات بتتخذ بالنسبة للتسجيل وتقديم القرارات، إنه في مهلة 3 أشهر، فده مأخرنا طبعاً عن التأثير ده. فممكن يكون الرقم في حدود من 0.5% ل 0.6%. عندي سؤال خارج السياق شوية بس هرجعني للسياق تاني.